صباح الخير لكم أصدقائنا المشاهدين. المحطة هلأ مع الأبراج، البداية بتكون مع الحمل. الحمل اليوم اللي بيقول لك مرحبا له مرحبتين، يلي ما بيرمي عليك السلام ما ترمي عليه السلام، لأنه أوقات الواحد قد ما بيكون قلبه طيب ومنيح بيصيروا عالم هيك يعملوه بطريقة فوقية، دايما بيحسسوا أنه نحن أهم منك. مشان هيك اليوم شو بدك بها النوع من العالم؟ اللي بيكون معك منيح كون معه أحسن، اللي ما بيكون معك منيح انسى. الثور عنده روابط عائلية كتير مهمة. الثور دايما العائلة بتجي عنده بالمرتبة الأولى، شاء من شاء وأبى من أبى. دايما حتى لو حدا بيحاول أنه هيك يزهزه أو يهزهز هالروابط بيرفض وبيتابع بوتيرة تصاعدية. اليوم الثور عنده العائلة، وبعدين مين ما يجي يجي بالمراتب، ولكن مقرر أنه هو وأعماله وأشغاله وفكره يكونوا عند العيلة ومع العيلة ولأجل العيلة. جوزاء شو بدي أقول عنك اليوم غير أنك محاور لبق، تعرف تدير الحوار، ومثل ما عندك فن الكلام عندك فن الاستماع، تستمع تطلع لبعيد، بتعرف شو ناطرك، بتعرف الأمور كيف بدها تصير. اليوم أنت واعي وقادر أنك تقدم إنجازات، وهالإنجازات قد تشكر عليها. السرطان يتخبط بوضع مادي مش ولا بد. السرطان حاسس حاله هيك مثل كأنه لحاله، ما في حدا عم بيحارب معه، وحده بهالحرب، عم بيحاول هو يستثمر ويتقدم ويدرس خطواته. نحن بدنا نشد على ايدك ومنقول لك برافو عليك، انت وحدك بس كمان عندك من القوة ما يكفي. الأسد كتير عم بفكر بالأمور يلي صارت معه من كم يوم، وبالضغوطات إن كانت اقتصادية أو عاطفية أو مادية. حاسس حاله ضايع بهالبوتقة كلها ومش قادر ياخد قرار، ضايع ومضيع مثل ما بيقولوا، معك حق، لأن الظروف عم بتكون ضاغطة، لبل ضاغطة جداً. العذراء متفاجئ كيف الكل هيك مثل كأنه مرتاحين ومبسوطين، وهو منه مرتاح ومنه مبسوط، وفكر بياخده فكر بيجيبه، يعني كتير عم بفكر أكثر من كتير بالمستقبل، بالمجهول، بسخرية الناس، بنظرة الناس لألو. نحن منقول لك ما تفكر إلا بحالك وشو بدك بكلام الناس. الميزان يخطي خطوات جبارة نحو الأمام، مدجج بالثقة بالنفس، بالإيمان بالذات، عنده اليوم أمور بده يحاول يستعجلها ويعملها، وأهم شيء لا تؤجل عمل اليوم للغد، هذا الشيء اللي بدنا نقول لك، اوعى تأجل عمل اليوم لبكرة، وانتبه كثير منيح لكل المستجدات. العقرب في إشارة وبعد العقرب رح يتصرف، ولكن هالتصرف رح يكون سلبي أو إيجابي أنت الوحيد اللي بتعرف، ولكن بدنا نقول لك انتبه وزون كلامك قبل ما تحكيه، ما تكب شماله يمين، لأنه أكيد رح يفهموك بطريقة خاطئة، لا تموت إلى الحقيقة بصلة. القوس شو بدي اقول لك اليوم غير انك المبدع، المبدع يلي قادر اليوم تعطينا ابداع، يلي قادر تعطينا من زيتك، من هيك قلبك، من روحك الحلوه، وقادر من ما شيء تخلق شيء، وقد ايه مهم انه الواحد ضمن هالضبابيه يقدر يخلق شيء، فنحن منحييك كثير. جدي يتقوقع على الزيت، مزعوج، مش هذا الشيء اللي كان بده اياه، اخذ خطوه رجعته كثير الى الوراء، هو بده خطوه تدفشه لقدام، ما بده خطوات يرجع فيها لورا، ضايع بالمظاهر، بيروح مع الاشخاص يلي هيك عندهم وارد مادي كبير، بينسى الاشخاص الاخرين، كثير عم بيهتم بالمظاهر وكثير ضايع هو كيف بده يحسن مظهره وكيف بده يكون يا لطيف كلاس وما الى هنالك. صدقني هول الامور منا مهمه، المهم الشيء من جوا، عمق الإنسان، بحاس عن إنسان عميق وصافي، وهيدا بعودك عن كل شيء. أدلو صباح الخير، أمامك نهار كله حيوية ونشاط وحركة، والحلو فيك أنك عم تشتغل من جوا، يعني كل هالأمال وهالأحلام يلي كنت تنسجها اليوم بتفرجينا إياها، بتفرجينا قد ايه أنت إنسان قادر على العطاء، قادر على التضحية بسبيل الآخر، وقد تبرع جدا اليوم. وإلى الحوت بينسج يومه مثل ما الواحد بينسج الصوف وبخيط الخياطة، هيك اليوم هالقد دقيق، واحد اثنين ثلاثة ما بتزيح عنهم أبدا، تنسج نهارك، بتحدي بوان تمشي عبره، ما بدك هنهار هيك يمرق مرور الكرام وما تكون ابدا محقق ولا هدف، وراح تحقق اكيد اهداف.
مولود اليوم يسعى دائما إلى الكمال، يتمتع باستقرار نفسي وراحة مادية كبيرة، دائما بيشتغل على حاله ليطور أمور بشخصيته، فكره نير وعنده أمور كتير حلوة بيشتغلها مع الآخر، من إيجابياته مساعد من سلبياته وحدوي. وهالسنة سنة تكوين المصير. تحياتنا لكل مواليد اليوم، من إلكم بقلب كبير هابي بيرثدي، عقبال المية سنة يا رب. الاسم هو وسام. وسام يعود إلى أصول عربية وبيعني النشان ويرمز إلى الوسامة والجمال. وسام خلوق ودود، بيعرف يدير حوار واضح وجريء، متفنن بسبك العبارة، عنده لكل حادث حديث، يتقن فن النجاح، بيتفاعل سريعا وسام مع الآخرين، اجتماعي ذكي بالفطرة، بيعرف كيف بده يكون مميز ومتميز ضمن المجموعة، وهو إنسان ناجح. تحياتنا لكل وسام عم بيتابعنا. هذا كل شيء أصدقائنا المشاهدين، بتمنى لكم يا رب أنه يكون هالنهار لطيف، وإلى اللقاء.